طيب، بمناسبة وصفك بأن كريستو عاش قصة صعبة في مصر، كريستو جاء إلى نادي الأهلي وهو واحد من المواهب الشابة الواعدة جدا في تونس. لماذا لم يستطع كريستو التأقلم في الأجواء مع النادي الأهلي ومع كرة القدم المصرية؟ في البداية أستطيع أن أكون محددا حينما أقول أن كان لديه ظروف صعبة، يكون هذا بالنسبة لعدم اللعب فقط. لما لم يلعب؟ هذا هو احترامنا لاختيار المدير الفني. المدير الفني قد قرر أن يكون اللاعب متواجد مع الفريق، ولكن النادي الأهلي نعرف أنه هو النادي كبير ويشارك في الكثير من البطولات، فبالتالي ما يمكن أن نقول. أنا لا أؤمن أن كريستو لاعب رائع بالطبع، ولكن منذ عام لمدة عام ونصف كان عليه أن يثبت هذا. فالآن أنا أحترم قرار المدير الفني، أحترم قرار النادي، ويجب علينا أن نذهب في طريقنا لنثبت هذا. يجب علينا أن نركز. لذلك وجدنا هذا الخيار متاحا لنا ومناسبا لنا، وهذه هي مرحلة جديدة من حياة محمد. هل تحدث معك حول علاقته مع المدير الفني مارسيل كولر؟ وهل أنت جلست مع مارسيل كولر في أي من الأوقات أو مع النادي الأهلي للحديث عن مستقبل اللاعب أو موقف اللاعب مع الفريق ولماذا لا يشارك؟ نعم، تحدثت مع اللاعب كل يوم، وتحدثت معه اليوم ومنذ 3 أيام عن علاقتي بالنادي وبالمدرب. هذا الأمر لمدة عام ونصف، فأنا أعرف كل شيء، أعرف في ماذا يدور في ذهنه، أعرف أنه لم يكن سعيدا بالوضع. في أول موسم كان لديه طموحات أن يحقق لحظات تاريخية مع النادي، كان وقد انضم للمنتخب التونسي، وكان على أبواب كأس العالم وعلى أبواب الانضمام لبطولة إفريقيا. فبالتالي كان لديه طموح كبير، ولكنه لم يشارك مع الفريق بعد ذلك. في بداية الموسم لم تكن بداية جيدة، وفجأة بعد ما كان مستعدا جيدا لم يكن جزءا من الفريق، فبالتالي لم يكن هذا مرضيا للاعب. أنا أحترم هذه هي العقلية التي يجب أن يتحلى بها. حينما وقع مع النادي لم يشترط اللعب، ولكنه كان سعيدا للتوقيع، وكان عليه احترام قرار المدرب لأن هذا هو المدير الفني الحالي للفريق. أعرف أن اللاعب ليس له تاريخ كبير، وإنما وأنا لا أتشارك ولا أشارك المدير الفني في قراري، لا أحبذه، ولكن يجب علي أن أحترمه. وصدقني محمد، كريستو سينجح. أعرف اللاعب وأعرف مهاراته وأعرف عقليته، فبالتالي ما حدث خلال الموسم ونصف كانت خبرة وكانت تجربة كبيرة ورائعة للاعب أن يتعلم منها. سنرى من هو كريستو الحقيقي خلال الموسم القادم. هل كريستو في حديثه معك ما زال لديه الشغف والرغبة في العودة مرة أخرى للنادي الأهلي واللعب مع النادي الأهلي؟ You mean after the loan؟ تعني نعم. بعد الإعارة؟ نعم، بعد الإعارة. انظر، كما قلت لك، هو الآن في الصفاقسي، وكل الخيارات مطروحة. إذا عاد، نعم، أعرف أن اللاعب يحب الأهلي كثيرا، وأعرف أن الأهلي متمسك باللاعب، وأنا أحترم ذلك وأحترم الأهلي ونستمع لهم دائما. لدينا علاقة رائعة مع النادي، رغم أن الظروف كانت صعبة بالنسبة للاعب، ولكن نعم، نحن على تواصل دائما. هو الآن ذهب للصفاقسي ليجعل هذا الخيار مطروحا، لنرى ماذا سيفعل.
لنرى ماذا يجب عليه ان يفعل اللاعب. يجب عليه ان يعمل بجد وان يظهر بالتحديد مهاراته، وسنرى في المستقبل.